رفات 91 فلسطينيا كانت تحتجزها إسرائيل قرب الأغوار منذ سنوات سلمتها إلى السلطة الفلسطينية قرب مدينة أريحة في الضفة الغربية، ونقلت جثامين 79 فلسطينيا إلى مدينة رام الله حيث جرت المراسم الرسمية، وجثامين 12 آخرين نقلت إلى قطاع غزة. وتقول إسرائيل التي رفضت جل التنازلات الفلسطينية الخاصة بمحادثات السلام إن مبادرتها تأتي لإحياء تلك المحادثات. فمع مرور الوقت حدث تحول في تفكير الإسرائيليين، وهو أن احتلال الأراضي الفلسطينية قد يكون أمرا سيئا بالنسبة لهم لسبب بسيط، وهو أن الفلسطينيين ديمغرافيا سيغرقون الدولة العبرية عن طريق التحكم في الملايين منهم. وفي ظل ذلك يرفض الفلسطينيون تحركا إسرائيليا أحادي الجانب ويصرون على قيام دولتهم. ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم بدأوا التفاوض مع إسرائيليين بشأن دفعة ثانية تشمل رفات 70 شهيدا قد تسلم الشهر المقبل من أصل حوالي 300 جثة.